دي النيلة لمعة أزرق أزرق تيم أوف ذا سيزون. ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ معاكم ادهم جمعة والنهاردة معانا حلقة تو رير في الخير اللي بقالنا كتير قوي ما عملناهاش، بس احنا في بريمير ليج تيم اوف ذا سيزون فمفيش مناسبة احسن من كده بان حد يكسب كارت ب $100 ويفرتكوا على الباكات ويندم. فالنهاردة معانا استاذ علي، اهلا وسهلا استاذ علي. اهلا وسهلا بيك. اللي مؤخرنا كالعادة تمام. استاذ مهدي اهلا وسهلا محرك، اللي دايما في مواعيده اللي دايما في مواعيده. أنا مش عارف اقول ايه بصراحه، انا سمعتكم كلام، احنا بنعتذر لك، سمعتكم ما في كفايه قبل ما نبتدي نسجل، فخلاص كفايه كده. فبنعتذر لك استاذ مهدي، عطل فني سريع والحمد لله عدت. طيب يا جماعه، عملنا راندوم كومنت بيكر اهو عشان الشفافيه، واللي كسب عبد الرحمن رضا الكومنت بتاعته بفعلا اكبر باكات شفتها، رغم ان الكومنت دي على فيديو تاني ولكن الموضوع ده حقيقي. فمبروك عبد الرحمن. الميل بتاعي انا عايزك تبعت لي على الميل بتاعي، هتلاقيه فين؟ في البايو بتاعي في تويتر. ابعت لي ميل وقول اللي انت عبد الرحمن رضا وانا هكمل معاك الاجراءات. فالف مبروك عبد الرحمن رضا، وما تنساش تبعت لي، ولو ما بعتليش في خلال اسبوع هعمل بيك تانية. النهارده هنفتح اللي هي بريمير ليج بريميوم بلايرز باك، اسمها طويل شويه بس هي من الاخر 12 لعيب 3 رير كلهم الدوري الانجليزي. فمن الاخر من الاخر احنا نفسنا كل واحد فيه يطلع له تيم اوف ذا سيزون تمام. ف ليه يا ابني ده باك عاديه، دي مش حاجه واو يعني. لا يا عم عايزين، لا بالعكس دي يعني ايه باك عاديه؟ انا خلصت النادي، استنى اشرح يعني ايه الكلام اللي بتقال ده. انا اوديكم في داهيه يعني ان شاء الله خير. مش باك عاديه، باك خارج يا عم. يطلع لك انت، يطلع لك يطلع توتس، انت يطلع لك يا رب واحنا لا يا سيدي. خلاص لا، نطلع لنا كلنا مع بعض. ايه اخواتي، ايه عادي اخواتي اخواتي انا جاهز ماء بالماء اخواتي. ما تروح فرح وواحد صاحبك عنده كورونا اخواتي اخواتي افكركم بس سريعا، اعلى واحد في الراوند بياخد نقطة، اللي بيجيله لعيب فوق 86 بياخد 3 نقط تمام، واللي بيجيله لعيب فوق 90 وفي الحالة دي اللي هو لو تيم اوف دي سيزن وفوق 90 هياخد 4 نقط بتوع 90 وخمس نقط بتوع التيم اوف دي سيزن، لان التيم اوف دي سيزن بيديك 5 نقط. فالمنافسة فيها تبقى صعبة، اللي يجيله تيم اوف دي سيزن غالبا هيكسب من الاخر كده. فخلينا بقى ايه نبتدي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونفتح اول باك. مين اللي هيعد؟ انت بتفتح ولا لسه هتعد؟ انا فتحت. افتح بسرعه. ماشي يلا. ما حاضر جاي اهو. مفيش لمعه. اللي بعد فاضيه. انا فاضيه برضه احي الجواب. ريتنج يعني احنا في رمضان يا جماعه ومنزلين طقم رمضان. انا 81 81 برضه. وانت علي 82 يا حبيبي 82. حط زود. علي مش جاي يهزر يا جماعه. انتوا عارفين ايه الميزه في الموضوع ده؟ ان احنا بعد ما نخلص الموال ده هنعرف نعمل تقريبا البريمير ليج. وغالبا دي هنعمل الليج اس بي سي ببلاش بعد ما نخلص الموضوع ده، فاحنا كلنا هيطلع لنا ماجواير. ماشي شكرا اتفضل. ادهم انت جاهز؟ جاهز الثاني. حد يعد انت تسمعوني؟ 1 2 3 يا رب يا هادي تسمعوني. اول اعطال فنيه كتير. ابدا فاضيه. لمعه برضه. ووك اوت بس مش تيم اوف ذا سيزون يعني. دخيه لا مش دخيه، ديفيد سيلفا. انا طلع لي ديفيد سيلفا، انا يطلع لي ووك اوت. يا انت مظبط السكور كده. اعلى واحد في الراوند و 86 بلس يعني 4 نقط. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يزيدك يا اخي. الحمد لله في رمضان يعني، مش هنحاول نجنب المشاعر السلبيه وال كده. عيد انا يلا 1 2 3 ايه الهوبا. فاضيه ان شاء الله. فاضيه ان شاء الله فاضيه. بعدين بقى ده ولا لا مع لحد دلوقتي؟ هو الحساب ده ايه؟ خلاص عقدتوها لي في الحساب ده 82. لازم اروح في الحساب الثاني 82. انا 82 برضه. 2 82
ألف مبروك المكسب. لا ألف مبروك. I win؟ كده you win. مبروك عليك نقطة. أنا أحب أهدي الانتصار ده يا جماعة لإخواتي. هي فيها كم واحدة بيلمع؟ اتنين؟ تلاتة. تلاتة المفروض. طب لكن في واحد بقى انا ما خدتش بالي عملت له، بس اكيد مش عالي يعني. خلاص انا اسيبك تكسب. ماشي سيبني اكسب. انا ما اعرفش تطلعي ده، طلعلي انا استحقتك تقولي سبتك سبتيني اكسب. هو ممكن يكون طلع لك 82 وانا ما خدتش بالي عملت كونفيرم. مش ايوه خلاص. ما هو ده الجزء الخاص بالمهاره يعني، جزء الحظ ممكن تكون كسبت فيه، لكن في المهاره انت متراجع. مشكلة يا بابا شو معتز، شوفها في المونتاج وبيعملها بقى. مونتاج مين؟ معتز معتز ده بتاعي على فكره عشان تبقى فاهم. البار. اه شيت هير وي جو. والحساب ده ايه؟ خلاص عقدتوها لي في الحساب ده 82. لازم اروح في الحساب التاني. يلا 3 واحدة 1 2 3. تخيلوا يا جماعه احنا ال 30 باك اللي بنفتحهم ولا فيها اي حاجه. انا عندي حركايه، انا عندي شاشه، انا عندي بوردز اونلي نيجيري 84. انا عندي اسمه ايه؟ الف مبروك المكسب اليوناني ده. سقراطس اسمه الف مبروك النقطه سقراطس. استنى كده 84 84. طب اللي في قفاه على طول 83. يو وين. مهدي يجمع النقاط. نحن نتسحب ونتدحلب لمؤاخذه. ده اللي انا شايفه. طب عد يا مهدي بمناسبه ان ايه اللي بيحصل؟ لا ليه الدور على علي في العد؟ ايش يلا 3 2 1. هوبا يا رب. يا راجل في حد يعد العد؟ التوتس جاي في الراوند دي، ما اعرفش عند مين بس جاي في الراوند دي. لمعه جاي في الراوند دي. ازرق لعب ازرق لعب ازرق. شو قلت لك؟ التركي. يوه التركي يا عم حد. التركي حبيبي ابو التركي. الله لعب ازرق وكسب. كسبت خلاص كسبت. كملوا انتوا بقى بقيه الجولات. ما طلعلكش فوق ال 90 يا اخويا. استنى ماليش دعوه بس لاعب ازرق 88. ايوه ماشي. ايوه انت جاي تكسب راونديه يعني؟ هو ده كل املك في الحياه؟ انت كده خدت 3 نقط. ايوه 8 نقط خدت. الله اكبر 8 نقط. يخرب بيت كده ليه 8 نقط؟ اديله. ما هو عشان خد 5 نقط ان هو طلع تيم اوف ذا سيزون و86 بلس. لا لا ايه خد الراوند تعمل ايه؟ زود واحده 9 اديله. بحسب هتسحب. طلعت هتزوده. انت فعلا حساس يا مهدي. انت ازاي حسيت ان هيطلع لي ازرق؟ هو فعلا مهدي قال. انا قلت لا ولا مستعجل زي ما اكون شافها فاهم. هيطلع تيم اوف ذا سيزون. قلت ايه ده هو؟ انا اصلا يا جماعه انا مش انسان عادي زي بقيه البشر كده. انا بتجيلي حاجات كده في دماغي يعني. بتجيلك يعني زي همسات او حلوه. همسات دي فشخ يا عم. همسات ولا مسات؟ حلوه فشخ عجبتني بصراحه. يلا حبيبي تسلم. جاهزين؟ ماشي. جاهز. 1 2 3. هوب. في طب في واحد تاني ازرق هيطلع لحد؟ انا ما عنديش همسات دلوقتي حالا بصراحه. مش متأكد. لمعه عندي. لمعه عندي لمعه. انا عندي فاضي. عندي بورتس. ووك اوت. لاعب بيجري بلجيكي سي بي فيرتونخن. ايه يا عم في ايه ايه الحماس ايه الحماس المبالغ فيرتونخن. يا شباب زود زود زود. بقول لكم ايه، انتوا تكملوا الباقي مع بعض بقى. انا خلاص استاذن. انا 86 بلس 3 نقط. شم نفسه وحيد 86 بلس 3 نقط. و اسمها ايه دي؟ وايه تاني؟ ما كفايه كده. واعلى واحد في الراوند. عارف ليه؟ عشان بقالي فتره ما فتحتش الحساب. بيزودوا الحظ عشان يغروني ارجع العب. بس على مين؟ فبيجيبوا لك التركي. هو ده بقى اللي هيخليك ترجع تلعب تاني. ابو التركي. لا انا عاوز واحد توتس من الاربعه اللي فاضلين دول. احيه انا حياتي انسلت ما بين يدي وانا بتفرج. ماشي يلا 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 بسم الله. ناخر اربعه. ها 1 2. هوبا يا رب. تقريبا بتلمع فيها لمعه. لاعب ازرق. ايه؟ انما اللي بيعجبني بقى نفس اللاعب تاني. يا ابني بكر يا ابني. يا ربنا اللاعب شوط تاني. معلش انما اللي بيعجبني بقى المدافع التركي ده اللي بيعجبني. انا جربته طبعا، واللي متابع عارف ان انا جربت هذا اللاعب ومدحته. اذا دوبليكت وهياخد احلى كويكس اللي حاليا لان مش فاضي اعمل له تحديات. علي خد 9 نقط مرتين. تبذير اوفر بصراحه. تعال خد احلى كويكس اللي انا عامل لك ايه. طيب عامل لك ايه يا ابن اللذين؟
ايه يا مهدي هنقعد كده نقعد ايه انت على الاقل في المركز الثاني انا انا بتشلوح هنا اه صح انت هتجيب $100 صحيح. طب عدلنا كده وحضر لنا واحد ازرق من ايديك الحلوه يلا واحد اتنين تلاتة يا سيدي خد انا مش عايز خلاص لو سمحت وقفوا عند الامداد وقفوا عندي وقفوا خلاص انا مش عايز لا في لمعه في لمعه بليز بليز عندي ووك اوت انا عندي ووك اوت انا برضه ويليان برتغالي برنارد رايت وين برناردو برناردو 87 انا عندي اسمه ايه ده فرناندينيو 87 كارت تاني ايه لا انا عندي ادرسون 88 اه عرض لك يا ادهم معلش معلش شت انا كده وانت طلع لك ايه علي اندرسون 84 فيليبي فيليبي انا مش عارف ايه اللي اداني ايه اللي اداني انطباع ان انا جالي في هاي ستاند اراوند ما هو ممكن لا انا شفت الحارس يعني. عادي زي الانطباع بتاع اوبا مش زي اوبا بالظبط هي نفس الفكره اوبا كده اربع نقط كمان لمهدي كده انا ومهدي انا مهدي كده كسبان طيب ناخد ناخد خسرانه ناخد الكره عند الكورنر يا جماعه ونضيع شويه وقت بقى الاخرين الباكتين الاخرانيين دول مش عايزين يطلعوا اي حاجه لاي حد خلاص احنا كده زي الفل ماشي عد يا مهدي واحد اثنين ثلاثة بس بيقولها بدون نفس ان هو زعلان عشان طلع الاثنين زرق وهو لا لمعه لمعه ازرق ازرق تيم اوف ذا سيزون تيم اوف ذا سيزون الله اكبر انجلترا ار بي الله اكبر ارنولد هيتلي اللي تيم اوف ذا سيزون انا جالي هاري كين ياس هاري كين خش فريقي انا طلع لي ادم لالانا الف مبروك عليك ادم لالانا بس صوته وهو بيقولها زعلان قوي لا لا مش كنت ازرق يا فرخ انت انا هجيلي اعلى حصيله نقط في تاريخ التورير في الخير لسه يا ابني لسه الله. لسه ما انتهتش اربع نقط عشان ال 90 اخر باك اللي فاضل 10 نقط ما طلعليش فيها تيم اوف ذا سيزون يبقى انا عملت ال 10 باكات وما طلعليش في ولا واحده عشان الناس اللي بتقعد تقول حظك ومش حظك والكروت اللي بتطلع لك حظك بقى زي ايه نهبط شويه حظك زي مهدي في الباكجات بقول لك يعني علي الفيديو الجاي بتاعك اكتب قول حظك زي مهدي في الباكجات بس كده ده يوم المنى يلا اخر واحده القاضي يلا ان شاء الله يطلع له باذن الله مين اللي هيعد ماشي عد انت يا مهدي لا ما انا عديت ما جبتش حاجه لا انت محتاج يلا يا عم 3 2 1 دي لصت هوبا ولا محتاجين بونص ولا محتاجين اي حاجة ها مفيش لامعة الف فضل. مبروك لامعة شاشات نيجيري تاني ايه الله عليك الله كده في الصدارة ولا في حد قرب مني لا استنى بقى كده مين انت جبت اطلع لكم ايه 82 خلاص يبقى انا كسبت الراوند دي انا ما بصيتش اساسا طيب تعالى نحسب كده انا ده لسه هيحسب 4 و10 و15 انا خسرت قدام ناس سقط رياضيات يا جماعه يا نهار اسود والله ومهدي 6 نقط وعلي 18 و4 22 23 انما اللي بيعجبني بقى حاله التورين اللي بتعجب طلع طلع يا باشا ال $100 لصاحب لصاحب النصيب الحظ صاحب النصيب في الفيديو الجاي ان شاء الله ان شاء الله وبالنسبه ل انا ما عادش عندي لعيبه فما فيش فيديو جاي فالموضوع انتهى كده انا وعلي ايه يا عم ان شاء الله اجي لك في الجواز حاجه حلوه كده انا ومادي انا وعلي خلصنا بقى بقينا لوحدينا في التورير اه بالظبط احنا بنلعب بالتصفيات يا جماعه بنلعب بنظام خروج الملعب لا حد ينافسنا في الحظ مش معقول يعني اتنين زرق ورا بعض يا نهار اسود لا ما كانوش ورا بعض كان في فرق بينهم راوند فرق واحده يا عم ولا تزع عاملين زي اخواننا الحلوين لما بيكسبوا دوري كده يا نهار اسود لا ما احنا مش احنا ما احنا مش منهم الله عليك يا ارنولد وانت بتنزل في الفريق بين ركب كده ركب كده لا مؤاخذه يعني بكل سهوله لو لا مؤاخذه ليه ما براحتك هو اللي كسب وبس يا جماعه زي ما شفتوا مهدي خسر لاول مره كده تقريبا خلاص في التورير في الخير هيضطر يدفع شعور مريح لما تكسب اه والله انا مش مضطر الحاجة انا حدي الجايزة $100 وانا كل سعادة وفخر وباين على وشي اساسا السعادة اللي انا فيها من اني هرجع حاجة بسيطة للكوميونتي اللي بدعمنا وبيحبنا وبيشترك في قناة علي وبيشترك في قناة ادم وبيشترك في قناة خلفية لازم وبس خلاص اشعار
انا اشعرك انا كان قصدي رمضانيه عاليه انا كان قصدي اشعرك خلاص كله خلاص كده انت عملت الجيف اوي وزعت هوزعها بعد بعد الحته دي يا جماعه الكسبان الجيف اوي او في اول الفيديو اللي كسبان الجيف اوي هياخد هقول له $100 يا ريت يتواصل معايا عن طريق الايميل تمام وبس الف شكر المهدي الف شكر العلي قبل ما نقفل الحلقه قوانين بقى انت عايز تكسب انت عايز تكسب $100 صح لازم يا حبيبي تنزل تعمل سبسكرايب عند كابتن جمعه وتروح تعمل سبسكرايب عند علاوي وتسوي سبسكرايب عند ماتش جامد وبالمره تاخد فيلم جامد معاك ياريت. وتعمل الله. لايك للفيديو ويا ريت يا ريت برده تنزل تعمل كومنت وتقول اثبات انك شفت الفيديو عرفت مين كسب ومين خسر لا ما في 500 طريقه اثبات تانية ما حبكتش طب نقول نخليهم يكتبوا قولوا 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 في الكومنت كارت التوتس اللي طلع مرتين لعلي بس كده فكره هايل قول الكارت اللي طلع مرتين ونزلت عرفت كده انك شفت الحلقه وبعديها في الحلقه الجايه ان شاء الله اللي هي ان شاء الله ما تبقاش فرق كبير بينها وبين اللي فاتت يبقى قريب وتلحق تفرتك ال $100 وتضيعها على الباكات على اي مفيش مشكله خالص الف شكر المهدي الف شكر لعلي ما تنسوش تمشوا على القوانين عشان تكسبوا جيف اوي كان معاكم ادهم جمعه و سلام طب يا ستوب ايه كان معاكم كابتن جمعه مهدي علي سلام يا جماعه باي 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 كل سنه وانتم طيبين.